مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد. مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تطلق بقصر المؤتمرات بن عكشوط حملة تحسيسية حول التشريعات الوطنية المناهضة للانتشار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب. الحملة التي تشارك فيها منظمات حقوقية اختار القائمون عليها شعار معا لصون كرامة الإنسان وحقوقه في دولة القانون. يقول القائمون عليها إنها تهدف إلى خلق ظروف ملائمة من أجل التطبيق الفعلي للقوانين الوطنية المجرمة للانتشار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب. من المقرر أن تشوب الحملة جميع أرجاء التراب الوطني من أجل تحسيس المواطنين بالتعبئة وتعبئتهم حول جرائم الانتشار، حول خطورة جرائم الانتشار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع السيد سيدي محمد الإمام مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ سيدي محمد. في البداية، ما هي رسالة وأهداف هذه الحملة؟ طيب، مرحبا، شكرا جزيلا. أود بداية أن أشكر تلفزيون مرابطون على إتاحة هذه الفرصة وللحديث عن هذا الحدث الوطني الهام. بالفعل كما أشرتم في المقدمة، أطلقت اليوم في قصر المؤتمرات بن عكشوط الحملة الوطنية للتحسيس حول القوانين المجرمة للانتشار بالبشر والاسترقاق والتمييز والتعذيب، المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على أرض الواقع ومؤسسات وطنية أخرى سنتطرق إليها. إذن من الأهداف طبعا المرسومة لهذه الحملة كأي حملة تحسيس تهدف إلى تغيير العقليات ويعني العلو بالشأن العام، هي أولا زيادة الوعي لدى المواطن البسيط حيثما كان في جميع التراب الوطني من أجل معرفة بأحكام هذه القوانين الوطنية، وأيضا خلق جو ملائم لزيادة يعني قوة النسيج الاجتماعي في موريتانيا. من الأهداف أيضا المرسومة لها هو يعني تحميل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين لمسؤولياتهم في بما يتعلق بتطبيق هذه القوانين، سواء كانوا سلطات إدارية قضائية أمنية أو مجتمع مدني، لأن المجتمع المدني يلعب دور كبير في تطبيق هذه القوانين، وذلك أعتقد أننا سنتطرق إليه في هذه السانحة. من الأهداف أيضا المرسومة لهذه الحملة هو الوفاء بالتزامات قطعناها على عاتقنا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني وعلاقات مع المجتمع المدني، وهو أن نقوم بحملات مكثفة، لأن تغيير العقليات كما تعلمون ليس أمرا بسيط، وإنما يأتي هدف متوسط أو بعيد المدى، وبالتالي لا بد من تكثيف هذه الحملات ويعني إعادتها مرارا وتكرارا حتى نتمكن من الوصول إلى الهدف، وهو نبذ هذه المسلكيات المشينة التي تعيق بالفعل تقدم بشكل عام في موريتانيا. طيب، هناك من يقول أن المشكلة ربما ليست في القوانين والنظم، فهي موجودة، هناك ترسانة قانونية تتعلق بالحقوق، ولكن المشكلة أحيانا ودائما في التطبيق، هناك إشكالات في تطبيق هذه القوانين. أين الإشكال برأيك؟ نعم، الإشكال في رأيي يكمن أولا بالجهل بهذه القوانين، وليس على عدة مستويات. دعني أشرح لك. بالفعل يشهد الجميع أن لدينا اليوم في موريتانيا ترسانة قانونية وطنية من أحدث ما يكون، ونحن في مفوضية حقوق الإنسان تلقينا عدة بعثات من الدول المجاورة تستقي من خبرتنا ومن يعني من صلابة ترسانة القوانين الوطنية في المجال، غير أن تطبيق هذه القوانين يتطلب تكاتف جهود الجميع، ليست فقط الدولة بصفتها الجهة التنفيذية هي المسؤولة عنها، ولكن هناك مجتمع مدني يجب أن يكون على قدر المسؤولية، هناك أيضا مواطن حيثما كان يجب أن ولكل دوره في ذلك. ولذلك نحن استهدفنا هذه الحملة التحسيسية استهدفت المشكل الأساسي وهو قضية الجهل بهذه القوانين، ولذلك الحملة مطلقة تنطلق على مستويين اثنين. هناك مستوى تقوم به منظمات المجتمع المدني يستهدف المواطن البسيط حيثما كان لطلاعه على مقتضيات هذه القوانين، هناك مستوى ثاني ستقوم به المفوضية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ووزارة العدل. طبعا في المقدمة سنقوم بجولة على السلطات الإدارية والقضائية والأمنية على عموم التراب الوطني للتحسيس بالدور للمناطي بهم في قضية يعني فيما على سبيل المثال إذا تم إرسال شكوى لهم كيف يجب أن يتعامل معها بجدية وبسرعة، كذلك من حث الضبطية القضائية على إنهاء مسطرة التحقيق في الوقت المناسب بإرسالها للمحاكم. و
ستبدأ هذه الحملة إن شاء الله غدا على مستوى ولاية المعشور. ستكون هناك ورشة تستهدف السلطات الإدارية والقضائية والأمنية على مستوى ولايات المعشور الثلاث، بعد ذلك ستتوجه إلى الداخل إن شاء الله لمواصلة هذه الحملة. طيب، على ذكر هذا الموضوع، مثلا لنقل محاربة التعذيب، هنالك شكاوى دائما نسمعها من حين وآخر بشأن الإجراءات المتعلقة بالتوقيف، هنالك شكاوى من حدوث التعذيب أو سوء معاملة أو حتى تأخر في الإحالة للقضاء وغيرها من الإشكالات التي نسمع عنها. أنتم كمفوضية حقوقية، كمفوضية حقوق الإنسان، ما هي الإجراءات التي ستتبعونها لمعالجة هذه الشكاوى التي نسمع عنها بشكل شبه يومي؟ بالضبط، شكرا، سؤال مهم. هناك لدينا في موريتانيا آلية معروفة بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، هي المسؤولة عن كل ما يتعلق يعني الحد يعني الوقاية من التعذيب في أماكن الحجز وأماكن الحرمان من الحرية بصفة عامة. قمنا باتصال بهذه الآلية ومدونا بخبير وهو يعني يشاركنا معنا في هذه طيلة هذه الحملة إن شاء الله على المستويات كافة. من الإشكالات التي وصلتنا في مفوضية حقوق الإنسان، يعني هناك شكاوى يتم إيداعها ولكن لا يمكن أن لا يتعامل معها بصفة سريعة، ولكن الخطأ يرجع هنا ليس للسلطات الإدارية أو يعني السلطات المختصة، وإنما لا يتم توثيق الشكوى كما ينبغي. وهذا ينطبق أيضا على قوانين تشلي ضعف في فهم القانون نعم، دائما نرجع للمشكل الأساسي هو الجهل بمقتضيات وأحكام هذه القوانين على سبيل حتى بالحقوق، حتى بالحقوق والواجب. هناك منظمات مجتمع مدني، ولهذا السبب اخترنا أن يكون منظمات المجتمع المدني الشريك الأساسي لنا في هذه الحملة، لأنها مسؤولة عن الإبلاغ ومسؤولة عن توثيق الحالات التي تتم يعني إيصالها إليها. على سبيل المثال، مشكلة تطبيق قانون العبودية، كثير من المحاكم يعني عندما نقوم ببحث نجد بأن منظمات المجتمع المدني اللي تقوم بإيداع الشكاوى القضية ليست موثقة كما ينبغي، ولذلك تنتهي إما بصلح أو صلح أو تنتهي بعدم جدوائية الشكوى، لأن ليست هناك عناصر التي تكون الأساسية بالضبط الملف حتى يتم متابعة المسطرة القضائية. ولذلك قمنا منذ العام الماضي في مفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان ببلادنا بجولة في جميع مناطق موريتانيا لتكوين منظمات المجتمع المدني على فنيات الرصد والتوثيق، لأنها في نظرنا هي المرحلة الأهم حتى يكون لدينا ملف مكتمل يمكن أن يحصل من خلاله الضحية على حقوقها وكذلك ينال مرتكب هذه الجرائم عقابه. طيب، أنت تحدثت عن موضوع حيوي يتعلق بمحاربة الاسترقاق. نسمع خلال الفترات الماضية أن هنالك تقاعسا سواء من الجهات القضائية أو من الجهات الحكومية في التعاطي مع الموضوع. منظمات المجتمع المدني تقول أن الحكومة لا تحرك ساكنا في الموضوع أو لا تحركه بشكل جدي، وبالتالي يبقى الموضوع عرضة للموائمات أو الحلول الاجتماعية، وبالتالي يبقى الإشكال كما هو بين قوسين. نعم، أنتم الذي تقترحونه في هذا السياق؟ نعم، لا أعتقد أن هناك مشكلة يعني في 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 تعامل السلطات الإدارية، أنه نحن حسب التقارير التي تصلنا وبشهادات المجتمع المدني اليوم في الورشة، يعني نسيت وأنا أقول بأننا انتهينا للتو من ورشة تكوينية وتبادل مع منظمات المشاركة حول أهم القضايا التي تواجههم في تطبيق هذه القوانين، كان هناك إجماع على أن السلطات خاصة القضاء الواقف متجاوب مع الشكاوى التي تطرح لديه، يتم توثيقها كما ينبغي وإيداعها لقاضي التحقيق. غير أن المشكل الأساسي والعميق كما قلت هو قضية التوثيق من طرف منظمات المجتمع المدني، وهي المشكلة التي نحاول أن نتغلب عليها. هناك أيضا قضية مهمة، وهي أن السلطات القضائية الأمنية والإدارية اتخذت مراسيم، وعلى سبيل المثال هناك ما يعرف ب سيركيلر التعميم رقم 104/2021 موقع من طرف ثلاثة وزراء سيادة، وزارة الداخلية والدفاع والعدل، يعني بشكل واضح وصريح يوجهون الأوامر أو التوجيهات إلى ضباط الشرطة القضائية بضرورة التعامل مع الفعلي والسريع مع أي شكوى تصلهم خاصة فيما يتعلق بالاتجار بالبشر والاسترقاق. أيضا مؤخرا قامت الحكومة
بإنشاء لجنة وزارية مكلفة بالاتجار بالبشر برئاسة معالي الوزير الأول وبعضوية وزراء السيادة التي ذكرت ويتولى سكرتيرياتها مفوضية حقوق الإنسان. إذن هناك إرادة قوية لدى الحكومة بالدفع بتطبيق هذه القوانين بشكل فعال، ولكن هناك طبعا اختلالات كأي عمل بشري ناقص، هناك طبعا اختلالات ونقص نحاول من خلال هذه الورشات ومن خلال هذه الحملة التحسيسية أن نتغلب عليه ونحمل كل مسؤولية. بعض المنظمات الحقوقية تقول أن الحكومة تعمل لمكافحة الاسترقاق على بالجانب النظري، ولكن فيما يتعلق بتغيير المجتمع، فيما يتعلق بمحاربة العبودية بشكل فعلي في الأوساط الاجتماعية العميقة، الحكومة هنا لا تتدخل، وبالتالي كأن تدخلها ضعيف، وبالتالي كأن الحكومة تريد فقط إقامة الحجة على أن هنالك قوانين وأنها تطبق، ولكن تأثير الموضوع على الواقع الفعلي ضعيف وقليل. لا أتفق أبدا مع هذا الطرح، أعتقد بأن الحكومة بذلت ما في وسعها وتبذله من أجل حل هذه القضية. استراتيجية المعتمدة لدى الحكومة واضحة وصريحة في هذا الشأن، نعمل على ثلاثة محاور أساسية. أولا المحور القانوني، تطبيق القانون من خلال هذه الآليات التي تم اتخاذها، وفي هذه الجزئية أقول بأن إنشاء المحاكم المختصة بمكافحة الممارسات الاسترقاقية دليل واضح على أن لا نتخذها كشعارات، لأنه وردتنا تقارير من الشركاء تقول بأن إقامة هذه المحاكم ربما تكون خطوة إضافية يمكن أن نكون نحن في غنى عنها، لأن يمكن القضاء العام المحاكم العمومية أن تختص بها الخطوة، ولكن قالوا لنا بأن تخصيص محاكم مختصة بهذا الأمر ينبئ عن إرادة قوية وصلبة لمحل هذه القضية. هذا على الجانب القضائي، ولكن محاكم بدون متهمين. المحور الثاني هنا، دعني أكمل لك الاستراتيجية لو سمحت. المحور الثاني والمهم هو قضية التحسيس، يعني قلت لك بأن القضية دائما ترجع إلى قضية العقليات، وهذا ينبغي يعني هدف بعيد ومتوسط وبعيد المدى، ويجب أن يعني نواصله والجميع أن يشارك فيه. المحور الثالث والأخير هو تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية لصالح السكان وخاصة في المناطق الهشة، لأنه قضايا الاتجار بالبشر وقضايا الاسترقاق دائما تكون هناك وراءها دوافع اقتصادية كالفقر والجهل، وهي من مخلفات طبعا هذه الممارسات. إذن هذه جزئية أيضا مهمة، وهناك وكالات حكومية وكالة التآزر التي تقوم بجهد جبار في تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية لصالح هذه السكان. إذن هذه المنظومة متكاملة أعتقد أنها فعالة وستأتي أكلها إن شاء الله من أجل القضاء على جميع هذه الظواهر. طيب الأمر لا يتعلق فقط بمحاربة أو الحملة التحسيسية لا تتعلق فقط بمحاربة الاتجار بالبشر والاسترقاق، وإنما أيضا بالتمييز ومكافحة التعذيب. يعني ما معنى التمييز حتى يفهم السادة المشاهدون؟ نعم، مقصود هنا بالطبع موريتانيا من الدول التي صدقت على جميع الاتفاقيات والمعاهدات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان. هناك معاهدة دولية معروفة للأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقمنا كالتزام أخذت الدولة على عاتقها بانضمامها للاتفاقية بتضمين مضامين هذه الاتفاقية في منظومة قانونية عن طريق سن القانون 2018-023 المجرم للتمييز بجميع أشكاله. وعندما نتحدث عن التمييز نتحدث عن جميع ما يمكن أن يضر الإنسان، سواء من يعني نفسيا، سواء من سوء معاملة على أساس اللون أو العرق أو النسب أو الدين وما إلى غير ذلك. جميع الممارسات التمييزية والعنصرية يجرم هذا القانون، والورشة اليوم تحدثنا فيها عن مضامين هذا القانون، وستكون إن شاء الله رسائل واضحة للجميع، لا لخطاب الكراهية، لا للتمييز على أساس اللون أو العرق أو النسب وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذا القانون يأتي لكي يحيي مضامين أيضا خطاب ودان الشير الذي ينبغي ألا ننسى عنه، والداعي إلى نبذ العقليات البائدة التي قال فخامة رئيس الجمهورية بصراحة أنه لا يمكن توجد مجتمع دولة قانون حديث بدون قضاء على هذه الممارسات التمييز. طيب أنتم كمفوضية معنية بحقوق الإنسان، هذه الإشكالات تطرح منذ سنوات وهنالك خطاب متصاعد بشأنها، ما هي المقاربة التي تتبعونها لمحاربة التمييز
والأمور العنصرية وخطاب الكراهية إلى آخره. الجمعية تتحدث عن هذا، ولكن كيف يمكن تغييره؟ كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ الحل بسيط. الحل هو طبعا تنص المادة 17 من الدستور على أن القانون والتعبير هو التعبير عن الأعلى عن إرادة الشعب، هذا نص الدستور. وتقول أيضا في المادة الرابعة من الدستور بأنه لا عذر لأحد في جهل القانون. وبالتالي أعتقد أن الأمر يتعلق بتطبيق القانون، تطبيق الفعل لهذا القانون، وأيضا يعني موائمة مع الحملات التحسيسية والتوعوية، لأنه مسألة وعي ومسألة ثقافة، وثقافة حقوق الإنسان لا يمكن أن توجد بين عشية وضحاها، وإنما هو أمر يتطلب إصرار وعزيمة ومواصلة، هو ما نعمل عليه في المفوضية. اسمح لي أن أخذ فاصلا قصيرا ثم أعود لاستكمال هذا النقاش معك. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، تلفت قناة المرابطون عنايتكم إلى أن الدروس الرقمية التي تقدم على الشاشة موجودة على قناتنا على اليوتيوب، ويمكن الولوج إليها بكل سهولة عبر الرابط التالي. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم معنا من جديد في الجزء الثاني من برنامج المشهد الذي نناقش فيه الحمله التاسيسيه التي تنظمها مفوضيه حقوق الانسان بشان التشريعات الوطنيه المناهضه للاسترقاق والانتشار البشري والتمييز والتعليم. مرحبا بضيفنا الكريم سيد محمد الامام، مدير حقوق الانسان بمفوضيه حقوق الانسان. مرحبا بك من جديد. مرحباً. تحدثت قبل الفاصل عن اهميه ثقافه حقوق الانسان ونشرها بين صفوف المواطنين. كيف يمكن تعزيز هذه الثقافه؟ ما هي الاليات التي تتبعون لادخال مفهوم حقوق الانسان في الحياه اليوميه للمواطن؟ من المهام التي وكلت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني وعلاقات مع المجتمع المدني هو السهر على دمج المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في جميع برامج والسياسات العمومية للدولة. ومن هذا المنطلق عملنا في العام الماضي على بلورة مناهج تربوية، بدأنا في استخدامها هذه السنة من خلال ورشات التكوين التي قمنا بها ورفع من قدرات لدى الفاعلين، ويعني نطمح إلى أن يتم إدماج هذه المقررات في مقررات أيضا المدرسية، وكذلك في برامج تكوين في المدارس الوطنية للتكوين كمدارس الشرطة ومدارس المعلمين وما إلى ذلك. أعتقد بأن ثقافة حقوق الإنسان يجب أن تكون شأنا يوميا يدرس للتلاميذ وللنشأ، حتى نتمكن من يعني ترسيخ وغرس هذه الثقافة فيهم، لأنها يعني هي ثقافة ضرورية للتعايش السلمي بين الشعوب، وضرورية أيضا لتكوين مواطن صالح ومواطن يطمح إلى ما يجب أن يكون عليه وطنه. هذه الثقافة ربما هنالك أجهزة معنية بها، خاصة الأجهزة المسؤولة عن تطبيق القانون والحفاظ على الشرطة، عن ترك غيرها من الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون. هل أعطيتم اهتماما أيضا لهذه المؤسسات؟ لأنه نسمع شكاوى متصلة بتعاطي هذه الأجهزة مع حقوق الإنسان. نعم، من أهداف هذه الحملة كما قلت التحسيسية هو استهداف السلطات الأمنية، وغدا سنكون في اجتماع إن شاء الله مع السلطات الأمنية على مستوى المكشوف، كذلك سنعمل على ذلك في على زيارات الداخل التي سنقوم بها في إطار هذه الحملة. قوات الأمن وقوات العسكرية يعني في برنامجنا في جميع ما نقوم به من حملات ومن برامج تكوينية. أعطيك أيضا على سبيل المثال، في الشهر الماضي يوم 20 قمنا بدورة تكوينية لتكوين مكونين حول فنيات رصد حالات الاتجار بالبشر على المناطق الحدودية، وقد شارك فيها أيضا الدرك الوطني والشرطة الوطنية وحتى خفر السواحل، لأن نعتقد بأن الجنود وقوات الأمن اليوم في الواجهة يجب أن يكون أيضا على علم وعلى اطلاع بمستجدات في مجال محاربة حقوق الإنسان. موريتانيا أيضا في منطقة الساحل وكذلك في شبه المنطقة من الدول المتقدمة جدا في هذا الإطار، حيث أن
قمنا بما يعرف بالإطار، إطار التوافقي في إطار مجموعة الدول الساحل الخمس لدمج حقوق الإنسان حتى في البعثات العسكرية التي نرسلها إلى الخارج، خاصة على مستوى الدرك الوطني. مشاركتنا في بعثات السلام في جمهورية وسط أفريقيا، يتلقون جنودنا التكوين على حقوق الإنسان قبل أن يكون على أن يرسلوا إلى الخارج. أعتقد أن هذا من الذي ساهم في الإشادة بدور هذه الكتائب التي نرسلها إلى جمهورية وسط أفريقيا بشهادة الأمم المتحدة. طيب، ربما ما يتعلق بحقوق الإنسان هنالك رواسب اجتماعية أيضا ربما في الثقافة المحلية ينشأ عنها ما نسمعه ما هو متعلق بخطاب الكراهية، خطاب الجهوي، الخطاب القبلي، خطاب وما يثيره ذلك من نزاعات وصراعات يومية ربما عززها التواصل الاجتماعي نتيجة للطبيعة التي يأخذ هذا التواصل الاجتماعي الآن في التوظيف الاجتماعي. أنتم كجهاز معني بحقوق الإنسان، ما هي رؤيتكم لمحاربة هذه الرواسب الاجتماعية؟ رؤيتنا هي يعني هي العمل على أن يكون هناك وعي، كما يعني دائما يرجع الأمر إلى التوعية وإلى نشر الثقافة والوعي بهذه القوانين. أعتقد أن النظام قانون 2018/023 متعلق مجرم بالتمييز يعني حل هذه المشكلة، وتجريم أي خطاب كراهية مجرم حتى دستوريا. ولكن المواطن البسيط حيث في المناطق النائية ربما لا يكون على علم بهذا، وبالتالي من هنا تأتي أهمية هذه الحملات التحسيسية. هناك أيضا في المفوضية نعمل سنويا على إحياء اليوم الوطني لمحاربة الممارسة التمييزية، وهو يوم يعني منشأ بموجب مرسوم يوم 9 يناير من كل سنة نقوم به يعني إحياء هذا اليوم الوطني من أجل أيضا زيادة الوعي لدى المواطن والوعي لدى المواطنين بصفة عامة في موريتانيا بضرورة نبذ خطاب الكراهية. طيب، ربما أقول لك البعض أغلب هذه الإشكالات التي نتحدث عنها مرتبطة بدولة القانون، دولة الحريات، دولة العدالة. هل هذه القيم التي نتحدث عنها متجسدة بما يضمن لمفوضية وغيرها من المؤسسات الرسمية أن تتحدث عن الوعي الاجتماعي؟ هنالك من يقول هنالك مظالم، سواء هنالك مظالم سياسية، هنالك مظالم اجتماعية، هنالك غياب للمساواة، هنالك غياب للعدالة في الوظائف في آخره، وبالتالي هذه الإشكالات هي في أغلبها ذات جذر سياسي، هي التي تتسبب فيما نتحدث عنه ونسميه الآن بخطاب كراهية أو نسميه بتمييز عنصري إلى آخره. نعم، أعتقد أن الأمر يتعلق يعني فهم أو فهم كل منا من ناحيته لما يجب أن يكون عليه الوضع. أعتقد أن ولكن يجب أن يكون هناك تمييز بين الولوج للوظائف كحق وبين الأهلية للتقدم بين الوظائف، هذا على سبيل المثال، لأن يعني المواطن البسيط ربما لا يعرف إكراهات الإدارة ولا يعرف مصوغات يعني التي استندت عليها لرفضه أو لعدم توجيهه. ومن هنا ينبغي أن نركز على قضية الاتصال والتواصل، شرح الشروط التي ينبغي أن تتوفر مثلا على سبيل المثال عندما نتحدث عن العمل الوظيفة، الولوج للوظيفة، الشروط التي ينبغي أن تكون تتوفر للتقدم بالوظيفة على سبيل المثال. هناك جهد ينبغي أن يتم القيام به في مسألة التواصل وشرح الشروط المسبقة حتى يكون هناك وعي، ولا يتم يعني توظيف جهل بنص أو بإعلان حتى لا يتم توظيفه من أجل يعني إرسال رسائل خاطئة وما تؤدي لا على سبيل المثال أو لا قدر الله إلى زيادة في الشرخ الوحدة الوطنية. طيب، بالحديث عن الوحدة الوطنية، هذا الموضوع مرتبط أيضا بالتعايش الاجتماعي. نعم. ترسيخ دولة القانون حتى يصير كل مواطن مطمئن إلى أنه هنالك دولة تحميه، هنالك حكم قضاء، هناك قضاء يمكن أن يوصفه في حال تعرضه لأي مظلمة أو إساءة أو تمييز. الحديث عن العدالة في موريتانيا أيضا حديث مهم جدا. قبل سمعنا قبل أيام وزير العدل قلنا هناك منتديات عامة لإصلاح العدالة، ماشي بأن موضوع العدالة موضوع مطروح جدا بإلحاح. نعم نعم،
بالفعل أعتقد أنه مقبلون في قابل أيام، أعتقد في بداية نهاية ديسمبر نوفمبر وبداية ديسمبر على المنتديات الوطنية حول العدالة، سيتم فيها مراجعة يعني منظومة العدالة في موريتانيا. هناك توصيات يعني بإدماج عدة يعني تبسيط المصدر القضائي على هذا السجن، ولكن أعتقد أنه احتراما لمبدأ فصل السلطات ينبغي أن نترك هذا الموضوع للمختصين فيه حتى نتمكن من معرفة ما سينجر عنه. نحن في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني طبعا نعمل الآن على وضع خطة يعني استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان. هذه استراتيجية سترى النور قريبا إن شاء الله، وهي استراتيجية شاملة تشمل جميع مناحي الحياة المتعلقة والمرتبطة بحقوق الإنسان، من ضمنها طبعا يعني الولوج إلى العدالة لصالح المواطنين. طيب. ونعمل أيضا على سبيل المثال فيما يتعلق بتحسين من تطبيق القانون 2015/31 المتعلق بتجريم العبودية على تسهيل مساعدة القضائية مثلا للمحتاجين، وحتى أننا في قابل الأيام سنقوم بالتعاقد مع محامين سيكونون إن شاء الله متاحين لمن يريد الولوج إلى خدمات من منظمات مجتمع مدني أو حتى مواطنين بسيطين. طيب، أشرت إلى أنه هذه الحملة تتم بالتعاون مع منظمات وهيئات مدنية، كيف يمكن أن تشرح لنا دور المنظمات الدولية ومستوى منظمات المجتمع المدني المحلية ومستوى انخراطها أو مشاركتها في هذه الحملة؟ نعم، أعتقد أن أي عمل حقوقي جاد لا يمكن أن يؤتى إلا عن طريق منظمات المجتمع المدني، لأنها هي اللي على اتصال مباشر بالمواطن البسيط في جميع أرجاء التراب الوطني. الدولة طبعا حاضرة في 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 في, في جميع المناطق، ولكن ربما يكون هناك مناطق نائية ليست فيها على سبيل المثال تواجد للدولة، ولكن هناك مواطن أو ناشط أو يعني مهتم بقضايا المجتمع المدني سوف يكون هناك. وبالتالي أعتقد أن منظمات المجتمع المدني هي الرافعة الأساسية لنشر الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان في موريتانيا. ولذلك قمنا في مفاوضات لدينا استراتيجية تامة لترقية المجتمع المدني سترى النور قريبا إن شاء الله، وقمنا بتنظيم هذه المجتمع المدني على شكل منتديات جهوية هي التي تعاقدنا معها لقيام بهذه الحملة الميدانية على مستوى الداخل وعلى مستوى المواكشوط أيضا. شكرا جزيلا للسيد سيدي محمد الإمام مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان على مشاركته معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.